مفتوحة. أستاذ ديار رشوان موجود معانا على التليفون، مش عارف إذا كان سمع اللي أنا قلته ولا لأ، بس دايماً أنا بطلب من ضيفنا إنه يعقب أو يصحح ما قاله المذيع ده أولاً بعد الترحيب بي. وسؤالي مباشرة أستاذ ضياء، هل يمكن اعتبار الخرج من الهيئة عندكم تلويح أو موقف رسمي أو شبه رسمي؟ مش عارف إذا كان الأستاذ ضياء سمعني ولا لأ. أستاذ ضياء سمعك كويس جدا، حضرتك سمعني؟ اتفضل سمعك. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين جميعا، وطبعا استمعت لكلام حضرتك المهني الرصين المعتاد، وبؤكد على كل حرف منه. لا تظن الهيئة العامة للاستعلامات ليست جهة مستقلة ولا ليست جهة منفصلة عن جهات الدولة المصرية كلها، المنوط بها إدارة شؤون البلاد سواء الخارجية أو الداخلية، وبالتالي كل ما يصدر عن الهيئة فيما يخص الإعلام الأجنبي والإعلام عموما خاصة في القضايا الخارجية هو أمر يعبر عن اتجاهات وآراء وقرارات الدولة المصرية. وفي هذا السياق رد النشر اليوم، البيان النشر اليوم كان في الحقيقة هو في الأصل عبارة عن خطاب تم إرساله، فحضرتك تعلم جيدا الطرق المعتادة للتعامل مع الإعلام الأجنبي باعتبار أن الهيئة هي مسؤولة عن الإعلام الأجنبي في مصر. أي. CNN موقعها نشر موضوع أصل ضجة كبيرة امبارح، والهيئة بعثت اتخذت الأول الطرق المعتادة، وأن احنا بنعتبر كل الصحفيين في العالم زملائنا، لا نستعدي أحد ولا نشكك في أحد، لكننا قد نصحح أحد ونصحح وفقا لمعايير مهنية متداولة ومعروفة عالميا، وهي أن لا تنشر أخبارا خطيرة عن مصادر مجهلة، وأن لا تنشر أخبارا تمس آخرين دون أن تسألهم قبل النشر عما إذا ما كانت هذه الأخبار صحيحة أم لا. وبالتالي هذا الأمر كان ينطبق على ما نشر في الـ CNN بأنه هناك مصر غيرت في مسودة الاتفاق، هذا كان مستند لثلاث مصادر مجهولة وهو لم تسأل فيه مصر قبل نشره. وبالتالي أرسلنا الرد إلى CNN وتواصلنا معهم، وهو الرد الذي احتواه البيان اللي صدر منذ قليل. CNN الحقيقة بعد وقت قصير استجابت لأجزاء من الرد ونشرتها بالفعل. يعني نشروا الرد اللي بعتوه في الهيئة، ليس كاملا ولكن الجوهري منه تم نشره. الجوهري منه الرسالة الرئيسية فيه تم نشرها، الرسائل الرئيسية أكثر من الرسالة تم نشرها الحقيقة. أيوة. وهذا الأمر هو ما نطمح إليه، نحن لا نطمح الشريف كما تعلم مفهوم إلى اشتباكات أو معارك صحيح مع الإعلام الأجنبي، لكن نطمح إلى أن تكون الحقيقة وأنك تبقى حاضر وأنه موقفك يظهر في نفس الوقت أو يعني فورا كرد فعل مباشر. بالضبط. وبالتالي هذا الرد تضمن وهو نفسه الذي جاء في البيان عدة نقاط، يمكن من أبرزها أنه مصر بترى أن هناك أطراف تحاول التشكيك في الدور المصري كوسيط، وأنها شككت قبل هذا في الدور القطري أيضا كوسيط، وأن هذه الأطراف تحت وطأة أزمات داخلية ومحاولات لإفساد المفاوضات، ويعني بشكل مباشر أو غير مباشر يقصد الطرف الإسرائيلي. مفهوم. تشيع مثل هذه الأقاويل، الإعلام طبعا أحيانا يتعجل النشر فيتلقف أي مصادر حتى يعني يبقى لديه سبق، لكن مصر ترى أن هذا الأمر لا يلبي لا أولا ضرورة وجود مصر في المفاوضات، لأن مصر لم تحضر المفاوضات إلا بإلحاح أمريكي وإسرائيل نتيجة خبرة مصر في هذا المجال، وخاصة بين حماس وإسرائيل عدة مرات قبل هذا. الأمر الثاني أن مصر لا تحضر أستاذ شريف، وهذا أمر واضح، المفاوضات باعتبارها وسيط محايد، مصر ليست وسيطا محايدا، مصر هو وسيط منحاز للحق الشرعي القانوني الدولي الذي يستند للقانون الدولي والمشروعية الدولية في الأمم المتحدة، الحق الفلسطيني. يا أستاذ ضياء أنا بس هقطعك هنا لحظة واحدة عشان يعني مشاهد من العمر اللي أنت مريت بيه واللي أنا مريت بيه، إحنا من جيل كان الانتقاد اللي بيوجه لمصر في لحظة معينة إزاي تبقى بتقول إنك بتلعب دور وسيط محايد، فاكر؟ فإحنا مرينا بالمرحلة دي لما كنا نقول إزاي مصر ما بتلعبش دور وسيط المحايد، فدلوقتي حضرتك بتقول ده بشكل مباشر ورسمي، إحنا مرينا بمرحلة كنا بنقول فيها كده. لم تكن ولم تكون، وأنا هنا لا أخذ رأي مصري مثلك ومصري مثلك. أيوه. ولا حتى الرأي الرسمي. أنا ألجأ حاطين العنوان اللي حضرتك بتتكلم عنه الخاص برد المصري على CNN، اتفضل يا فندم.
انا بلجأ الى الراي الفلسطيني، الراي الفلسطيني سواء مثلته في فصائل المقاومه في غزه بكل يعني اطيافها من اولها حماس او السلطه الفلسطينيه او الشعب الفلسطيني. أي. لا يوجد منذ هذا العدوان وحتى اللحظه احد في غزه مقاومه او قوه مدنيه او في السلطه الا واشاد بالموقف المصري المنحاز للحق الفلسطيني. واعطيك مثل واحد يا استاذ شريف، مصر اتهمت اسرائيل باغلاق المعبر اكثر من مره بما في ذلك امام محكمه العدل الدوليه، ومصر ردت اكثر من مره بان المعبر مغلق من الجانب الاسرائيلي بقوه الاحتلال. عندما احتلت اسرائيل المعبر مباشره بجلباباتها هي التي تطلب الان من مصر ان تفتح المعبر، ولكن مصر علنا اعلنت امرين. الامر الاول ان المعبر لم يغلق ولا لحظه واحده حتى احتلال اسرائيل لرفع الفلسطينيين. الامر الثاني انه من الان فصاعدا مصر ستغلق المعبر لانها لن تعترف بشرعيه الاحتلال. ما هو ده تكريس الوضع على الارض، انت كده بتعترف بيه كشريك على الناحيه الثانيه. لن تعترف. هذا الموقف تاكيدا بقى لموقف مصر غير المحايد المنحاز الى الحق. من اشاد به هو المقاومه الفلسطينيه وحيت صحيح. موقف مصر من اغلاق المعبر. وبالتالي مصر في هذا البيان اليوم وهذا الرد الحقيقة بترى انه هذا لاعب من نار. لا وبعدين يعني انا عايز اخد الجملة اللي حضرتك بتقولها دلوقتي حالا. انا بسألك هنا دلوقتي كصحفي وكدلوقتي واحد على اتصال مستمر. هل مصر دلوقتي بدأت تشعر بضيق شديد؟ يعني انت وصلت لمراحل ما كنتش وصلت لها قبل كده في التعامل مع الضغوط الأمريكية أو الإسرائيلية، لأنه اللي حصل في السين إن برضو علشان الناس تبقى مشاركة معانا. اللي حصل في السين ان بعديه بثلاث اربع ساعات كان في مناشده، بعديه بخمس ساعات عشان ابقى دقيق يعني، كان في مناشده اسميها مناشده من وزير الخارجيه الامريكي بان احنا نطلب من شركائنا في مصر ان يفتحوا المعبر. فواضح برضو انه تحريك او تحرك متناسق سياسي واعلامي في نفس الوقت. اشاركك هذا التحليل واشاركك هذا الاستخلاص، لان هناك تنسيق فعلي ما بين تل ابيب وبين واشنطن في هذا الامر. مصر وصل بها الامر وهذا اذعناه في البيان بشكل واضح الى انها انذرت وتنذر بشكل واضح تماما انها لن تؤدي مثل هذه الاكاذيب ومثل هذه المواقف المتناقضه الا لمزيد من تعقيد الاوضاع في غزه والمنطقه كلها، وقد نصا يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي يقوم بها في الصراع الحالي، محملة المسؤولية الكاملة عن الكوارث الإنسانية غير المسبوقة وحرب الإبادة في قطاع غزة وقتل وإصابة آلاف الأبرياء وتشريدهم وتجويعهم وتدمير كل شيء بالقطاع، فضلا عن فقد المحتجزين الإسرائيليين لحياتهم نتيجة العملية العسكرية العدوانية في غزة الإسرائيلية طبعا. وبالتالي الأمر وصل إلى مرحلة مصر لن تتخلى عن دورها طبيعي وعمره ما حصل، تنذر بالتخلي عن وساطتها التي يحاول بعض أن يشوهها، لكن ستظل مصر يا أستاذ شريف وأنت أشرت إلى عمر مضى، هذا العمر الذي مضى يفوق أعمارنا بقليل أو بكثير بكثير ثلاثة أرباع القرن. مصر صامدة أمام الحق الفلسطيني تسانده بالدم والدبلوماسية، محافظة على أمنها القومي بصور لا يمكن لها أن تتنازل. إذا كانت إسرائيل تعتقد أن السلام معها بموجب معاهدة السلام يعني أن مصر تفرط في أمنها القومي أو في قضيتها الفلسطينية، فأنا لست أنا الذي أرد. الذي رد بهذا وأول من رد رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة في الأكاديمية العسكرية بعد العدوان بنحو 10 أيام، عندما قال أن خط أن الأمن القومي المصري خط أحمر وتصفية القضية الفلسطينية بالتهجير القسري أيضا خط أحمر. أستاذ ديار أشوان أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معانا وعلى التوضيح والتأكيد على الرسائل اللي احنا أعلنا عنها دلوقتي طبعا بعد ما خرجت من الهيئة عمل الاستعلامات. أنا بشكرك شكرا جزيلا مرة تانية على وجودك.